اهلا وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا مزيان وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد او فلوق جديد. اليوم عنديكم معايا سفريه نحو مدينه مارتيل، مدينه اللي هي من نواحي ديال تطوان. عنديكم معايا باش تكتشفوا الاثمنه ديال الكرا اللي كانت تما، الاثمنه بعض الماكولات، القهاوي اللي جلست فيهم. المهم تكتشفوا معايا بزاف الحوايج، بقاو معايا. هنا وصلت مارتيل بعد ساعه ونصف ديال الطريق. انتم كتعرفوا ما بين طنجة وتطوان ساعه تقريبا، ما بين تطوان ومارتيل واحد ربع ساعة ماكسيموم. وهنا اخترنا هذا الكومبلكس اللي انجلسو فيه، كان كالم ونقي، وهذا صادفته غير في افيتو. المهم ها هي الدخلة للدار. هنايا فيها واحد بحال باسيو، وعادك بيد الجلاس يعني بحال الصالون الصغير هنايا، وهنا كاين باسيو الاول، وهذيك كتطلع على التيراسة. هنا باسيو، هذا تواليت، هنا كاين بيت النعاس، كاما ديال دو بيرسون، وتا هو مشارجم ومهوي. وقدام هاد البيت كاين كوزينا هكذا. هنا كنخرجوا على لا تيراس، فيها هاد التيراسه كبيره تقريبا، فيها جوج ديال الاطلالات، الاطلاله الاولى غير على الباركين هنا، والاطلاله الثانيه على الجاردة. المهم ها هي الجلسه هذه، إطلالة ثانية على الجاردة، والجهة الأخرى كاين إطلالة على لابيسي. أوكي. وبالنسبة للأثمنة ديال هاد لي كومبلكس كانت 500 درهم باغ نوي، وكنظن هادوك اللي كيطلو على لابيسين كنظن الأثمنة ديالهم تقدر تكون زايدة. وعلى العموم في مارتيل موجود الكرا، كيف كتدخلوا كيكون بزاف كيستقبلوكم بالسوارات، ومني سقسينا جبرنا باللي كاينين 250 درهم الليله، 300 درهم، ولكن ما تجبروش شي كومبلكس او لا لابيسين، فقط انه كيطلع للبحر وصافي. هنا خرجت دويره كنكتشف المونطاع، الجاردان كانت كتحمق واسعه كالم. هنا جهه ديال لابيسين في كانوا كاين الكبار والصغار، هنا الخاصه دوماج انهم ما مشغلين هالشي صافي. ومن بعد غادي ندوزو، اول حاجه نعملو هي الفطور، كنا باقي ما فاطرين شي، كانت الساعه شي 12 ونص ولا الوحده على حسب خروجنا من طنجه في شي 10 وشي حاجه، والجو كان مزيون ونهار ديال البحر. المهم هنا طلبنا اربعه ديال لي كروك، كروك كان فيه فرماج لا دانت فيمي كان بشي 25 درهم، وقهوه حليب بشي 13 درهم، العصر بشي 20 درهم. هذه قهوه اسمها غويا كطلع على هذا الكورنيش. من بعد خرجنا ضربنا دوره حد الدنيا خاويه في الصباح، وصراحه كان الجو صافي. من بعد رجعنا لابيسين ديال الكومبلكس. اكثر حاجه كانت كتعجبني في هاد البيسينه هي هاد فحال هاد القنطره هادي اللي كطلع على هاد البيسينه. وعلى العموم كانت لابيسين شويه صغيره ماشي كبيره، وما فيهاش شي جلسه مزاونه عادي. مهم جا الوقت باش نخرجوا نضربوا دويره في المدينه، نحاولوا ما امكن ان نستغلوا كل دقيقه، نصطابوا النهار ديالنا. هنا جينا نهاد المطعم، منه مطعم منه اوتيل اسمه اميه، جا في الاول ديال كورنيش مارتيل. ديجا كنت قريت انا هنايا في مارتيل، تبارك الله كتزيد تزيان هاد المدينة. لا ديكوراسيون ديالها مزيونة، الكورنيش ديالها نقي وصراحة وكالم، يعني حد الساعة كانت كالم. وبالنسبة لهاد كافيه ريستو غادي نوريكم المنيو ديالها باش تعرفوا الأثمنة وتاخدوا فكرة. بو هنايا كانوا الفطورات ابتداء من 35 درهم، هنا كذلك فطور عادي 25 درهم الفوق. كتجبروا هنايا لي شوا، كاينين الفطور بلدي، كاينين لي باتيسخي، كاين لي بواسو شود وفخوات ابتداء من 16 درهم. وعاد كعندنا من بعد لي جو، لي جو اللي عندهم شوية أثمنة زايدة ابتداء من 25 أو 30 درهم. كاين ماكولات كذلك لي كريب، لي بات، بيتزا، كتجبروا كذلك سالاد، مهم اي حاجه كتجبروها كاينين لي شوا. بغيتي تشوفوا بالضبط الاسمنه ما عليكم، تعملوا غير بوز لا فيديو وتشوفوا على خاطركم. بون هنايا من بعد انا طلبت واحد تاكوس ديال لي فروي دو مير، كان صراحه لذيذ بزاف وطايب ونقي، صراحه كيستاهل ديك الثمن، كنت ديتو بشي 50 ولا 55 درهم صافي. هذه القهوه من على برا، وهنا كان الكورنيش وبدا الغروب، وصراحه باقا الدنيا ما كتعمرش بزاف.
من بعد غادي نركبوا في هذا القطار او الترن، هذا كيعمل بك دوره في المدينه. وكان الاسمنة ديالو بالنسبه للراشدين في حلقه دي 20 درهم، بالنسبه للدراري صغار كان 15 درهم. المهم كيعمل بك دويره في الكورنيش، وكيكون فيه فحال واحد لومبيونس، كيعمل موسيقى الاغاني، المهم ما كاين غير الشطح والردح. صافي هنايا ضربنا دوره، تبارك الله الدنيا عمرت عمرت بزاف. ملي كتجي العشيه كتعمر، كاين طوموبيلات، وكيجي هذا الرامبون هذا الاخر ديال كورنيش مارتيل كيضرب فيه دوره باش كيرجعك من المطاع اللي هزك منه، دونك يعمل غير دويره. هنا كيجي دابا الليل، وصراحه قررنا اننا نمشيو للفيريا اولا السيركو، ولكن صراحه جبرناها عامره بزاف وبغينا نعملو فيها هي دوره دغيا دغيا ونخرجوا. صافي هنايا رجعنا للكومبلكس، وصراحه كان واحد الهدوء تام، يعني تعلاقه بداكشي اللي كيكون برا، يعني المدينه وفوسط مارتيل كيكون واحد واحد الضجيج والصداع والهراج. مهم الحق ملي كندخلوا لهاد المركب صراحه كاين سكات بحال اللي تقول هذا ماشي فوسط مارتيل. صافي هنايا كتجبروا باللي كاين واحد مطاع ديال الالعاب ديال الدراري الصغار كيلعبوا فيه، وفي الوسط كيكون بحال واحد الساحه كيجلسوا فيها الناس ديال المركب. هنا طلعنا في حالتنا وبغيت نعدل شي حاجه تكون خفيفه، وجدت هذا الفلون هذا، وقلت من بعد غادي نعمل واحد بحال ميريندا صغيره عادي من نعشة من ميريندا، نعمل جبن مرتديلا طبعا كيرافقها الخبز وانواع ديال لي بيسكوي هنا غننزلهم، وصافي هادشي اللي كاين. وطبعا هادشي كامل ضروري ما يرافقوش اتاي يكون مشحر على حقه وطريقه بالعشوب ديالو. اكثر حاجه كنعملها انا في اتاي هو السحتر، حيت الصراحه السحتر كيقوي المناعه في هاد الفتره هذه، وكنصحكم به خصوصا انه كينقي المعده وكيصفي البطن. كتعرفوا الايامات ديال التخييم الواحد كياكل بزاف برا، لابيسين الماء ديالو الماء الكلور، يعني ممكن اننا نبلعوه ولا شي حاجه، بعدا على الاقل ناخذ شي حاجه اللي كتصفي البطن ديالنا. دونك هادشي اللي كاين، وصافي غنبقاو قصارين شويه تنغدى ان شاء الله. وهذا نهار ثاني ديالنا في مارتيل. بالنسبه للكومبلكس نسيت ما قلت لكم شي اسمه لي دون دو مارتيل. جا تقريبا في الاخر ديال كورنيش مارتيل اولا في الاخر ديال المدينه شويه. مهم هو قريب من البحر، عليها قررنا اننا اليوم نهاودو البحر، نلبسو علينا بعد ما فطرنا جمعنا الدنيا اكيد، وغادي نهاودو في حالتنا نجي هاد البحر. غادي نخرجو على هاد الحومه اللي كاتبان لكم. هنا نيشان كيبان لنا البحر، يعني قريب واحد 3 دقائق ابي حنايا تما، دونك بقاو معايا باش تشوفوا كي عامل البحر ديال مارتي. وطبعا اول ملاحظه كنلاحظها هي ان في الصباح كتكون الدنيا خاويه، وكورنيش تقريبا كامل خاوي، يعني قليل قليل فين كنجبروا الناس طبعا، لان كلشي كاين في البحر، وزائد كانت الحراره بزاف. وهنايا باراسوليس ماشي اغلبهم عامرين، كاين اللي كيتكراو. وصافي بالنسبه للبحر ما كانش يعني 100% مزيون بحكم انه كان فيه اكوا فيفا وشويه موسخ. مهم هنايا ندوزو للغدا، حاولنا اننا هاد المره نوجدو في الدار ما ناكلوش برا، عملنا كفته مشويه دي سالاد وصافي. جات العشيه وقررت اننا نخرجوا. اللوك ديالي اليوم كان هو هذا، هودنا اكثر قهوه مشهوره في تطوان هي اجانيف، وعملوا الفرع ديالها هنايا في مارتيل. الوقت اللي كنت كنقرا هنا ما كانتش هذه القهوه، يعني هذه يلاه جديده فيها هاد الجهه لي باتيسري، كتجبروا عندهم الانواع والاشكال ديال لي كيك والمملحات، وهاد الجهه هذه كتطلل على هاد الشارع وهاد مهم هاد الجريده هادي. وهنا حنايا هنايا فحال واحد الشارع ديال الطوموبيلات والتاكسيات،
جلسنا هنا. وهذه غادي نوريكم كذلك المنيو ديال هاد اجانيف باش تعرفوا اولا باش تاخذوا فكره على الاثمنه ديالهم. مهم كان تقريبا فحالو فحال الاثمنه ديال اميه، الفطور ابتداء من 40 درهم ولا 45 درهم. هنا كذلك عندهم اشكال ديال البيض، واكثر قهوه شفت عندها منيو ديالها كبير، يعني ما غيتسالاش، يعني عندهم لي شوا بزاف. عندهم انواع واشكال ديال العصائر، موخيتوس، كذلك كوكتيل عندهم مزونين بزاف. غادي تجبروا كذلك هنايا ماكولات اولا المشروبات. وبالنسبه لي بات ابتداء من 49 درهم، وكيعملوا معاهم لي زيكسترا، يعني عندك لي شوا. دونك ها هو كل شيء كيبان قدامكم. هنا كذلك بيتزات، يعني الاشكال والانواع ديال البيتزات، اشكال والانواع ديال لي بات، تبارك الله كاين لي شوا فحال اللي قلت لكم. هنا كذلك التاكوس بانيني، ولكن حنايا فحال اللي قلت لكم كنا ديجا مغادين، حاولنا اننا نجيو ناخذ غير شي حاجه حلوه ولا نعملو شي حاجه هكذا خفيفه. واكيد كنت كنفكر في كريب نوتيلا ولا شي باستيلي هكذا يكون حلو باش ندوق لي كيك ديالهم. صافي، وطبعا باقا كنقلب في هذا المنيو، ما بغاش يتسالى، كندوز عليه بالزربه. المهم فحال اللي قلت لكم بغيتو تعرفوا الاسمين بالضبط فقط وقفوا لا فيديو باش تعرفوا. غير هي واحد الملاحظه اخرى، كان هذا المنيو هاد جهه كانوا عاملين فيها غير الفرونسي، وجهه اخرى كتجبروها كامله بالعربيه. هذا كانوا كيشكروه بزاف، هاد فحال المهم كيسميوه فريك شيك، ما عرفتش كيفاش كتنطق. المهم 55 درهم، يعني فحال زعزع، فيه شوكولا، فيه يعني تبارك الله. هنايا فحال اللي قلت لكم كانت جهه ديال العرب العربيه، ولكن كتحس ان المنيو ماشي منيو، كتاب كينزلوه لك. مهم هنا قررت اننا ناخذوا لي كريب نوتيلا. صراحه كان عندهم لي كريب مزيون بزاف، مزيون فحال المذاق ديال فاني مخلط بالشوكولا، وكتحس ان فريمون انه نوتيلا ماشي غير شوكولات هكذا. من بعد كل واحد شنو خدا هنايا، وصافي هادشي اللي كاين. وهنايا مع كيطيح الظلام، مع كتزاد دنيا تعمار، يعني تبارك الله كانت عامره بزاف، يعني مارتي الاكثر عام كنشوفها عامره بهذا الشكل هذا. وهنا نوضنا في حالتنا باش نمشيو في حالنا، وغنتمشاو شويه، نبقاو شويه قصارين، ونتلاقاو تنغدا. وهذا نهار الثالث، وغادي يكون فيه اخر ليله اللي ندوزوها باش غدا ان شاء الله غنمشيو في حالتنا جهه اخرى. اليوم هودنا لا بيسين، نعومو فيه، غادي نقيلو فيه حتى العشيه، عاد غادي نحاولو نخرجو نمشيو متاع اخر. وبالنسبه للغداء كذلك اليوم نتغداو في الدار، عملنا واحد اللحم معسله بالبرقوق، ما شاهدكم فيه. مع كانت التخيمه مورا العيد مباشره، كان باقي ديك اللحم هيدا العيد، باقي كلشي طري. صافي هادشي اللي كاين، خرجنا للتيراسا، كانت الجلسه كتجي كتحمق، يعني بعد ما كنكونوا دوشنا ولبسنا علينا كنجلسوا كنتغداو كنتهاودوا كننشطوا. المهم نتوما كتعرفوا الاجواء ديال التخييم. هنا صافي غادي شبرنا الطريق جهه ديال مارينا سمير، خدينا تاكسي، كانت بلاصه وحده كل شخص 20 درهم، يعني 20 درهم في المشي و20 درهم في المجي. هنا كانت كابونيغرو، يعني التاكسي كيمشي ديريكت من مارتين كابونيغرو، من كابونيغرو كيمشي ديريكت كذلك طريق وحده حتى كنوصلوا للمضيق اولا ما يسمى بالرينكون. والرينكون هنايا من رينكون مارينا سمير تقريبا شي نص ساعه ديال الطريق، لان كتكون عامره بزاف الرينكون تما فاش تعطلنا. صافي هنا وصلنا لمارينا سمير، اكثر حاجه كتعجبني في الصيف ندوز ونشوفها، ومهم ندور فيها لان مسارية فيها كتكون واعره بزاف. هنا جلسنا في هاد القهوه هادي، كنا باغيين نجلسوا في اكسترا بلات ولكن كانت عامره كامله هادي بلاصه اللي جبرناها في هاد الكافي هادي. وهاد القهوه اسمها ماركاس، ماراكاس عفوا،
دونك حتى هنايا غادي نوريكم الاثمنه دغيا دغيا باش تشوفوها. الاثمنه كاملين اللي كيكونوا في هاد لي كافي كيكونوا زايدين شويه، يعني كتجبر مثلا غير مثلا بواسون غازو كتجبروا ب 20 درهم، يعني في عتما يكون 8 درهم ولا 9 درهم في مواطع اخرين، اولا كريب نوتيلا غتجبروا ب 55 درهم. هنا كذلك غادي نوريكم الانواع ديال لي سوشي عاملينهم، حنا كنا مغادين يعني شبعانين بغينا غير شي حاجه هكذا خفيفه نبردو بها ولا نجلسو نحليو بها فقط. دونك ها هو كلشي كيبان لكم هنايا الاثمنه، لي سوشي ابتداء من 50 درهم كاين 60 درهم. مهم لي محبي السوشي جين هاد المنطع هذا لان مشكور من ناحيه ديال هاد لي سوشي عفوا. صافي هنايا طلبنا لي كريب نوتيلا، طلبت هاواي، كاين لي طلب جو دورانج، المهم كل وحده فينا شنو طلبت. بقينا جالسين الدنيا غزالة بزاف، ومن بعد نوضنا في حالتنا تمشينا في هاد لاكوت اولا في هاد الكورنيش اللي كاين مهم في هاد مارينا هادي، ورجعنا في حالتنا خدينا التاكسي اللي هبطنا على لوتوغوت. في الصباح جمعنا حويجتنا باش نمشيو لكابو نيغرو نكملو التخييمه ديالنا تما. اول حاجه عملناها هي اننا مشينا فطرنا برا، فطرنا في هاد قهوه اللي كانت اسمها كافي ليدي دنيا، اسمينا عاديه تاع الفطور كان شعبي عادي، كانت هادي كنظن بشي المهم فطور كامل بشي 35 درهم فيه قهوه حليب اومليت بداكشي ديالها والعصير. صافي هنايا خدينا الطريق ديريكت غادي نمشيو، التاكسي كان وصلنا كنظن ب 7 دراهم ونص لانها هي من مارسيل كابونيغرو 7 دراهم ونص الواحد. وهنا سالي لا فيديو بالنسبه للسفريه ديالي لمارتين، ما تنساوش تابوناو معايا وتتمه ديال لا فيديو غادي يكون فلوك اللي ماجي.